اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا. النهارده زي كل يوم هنعمل اكلتين احلى من بعض. هتقولوا لي كل يوم برضه احلى من بعض؟ طب نعمل ايه؟ مطبخنا مليان اكل طعمه حلو. انا بحب المطبخ وانتوا زيي بتحبوه، يبقى اكيد اكلنا معمول بحب. كل يوم اكلنا جميل. تعالوا بقى بلاش رغي ونشوف هنعمل ايه. النهارده هنعمل صينيه رقاق، وهعمل رول فراخ، يعني فراخ كده مفرومه ومحشيه رول. هعملهم الاثنين بحشوه واحده براس العصفوره. ايه هي راس العصفوره؟ هجيب راس عصفوره واحشيها. بصوا، اللحمه لما بتتقطع حتت صغيره قوي قوي كده بيبقى اسمها متقطعه تقطيعه راس العصفوره. فانا النهارده هعمل حشواتي بلحمه راس العصفوره، هستغلها في رول الفراخ وهستغلها في الرقاق. تعالوا مع بعض اغسل ايدي عشان مسكت اللحمه ونشوف هنعمل. هقول لكم بقى، امسح ايدي واقول لكم مقاديري. عندنا رقاق، الرقاق اهو انا جايبه. انا بحب دايما اتعامل مع الرقاق الطري، بعمله في البيت وبعمل بيه. عندي رقاق وعندي لحمه. تقريبا الصينيه هتاخد نص كيلو لحمه. ليه؟ هي بتبقى كانها فطيره، يعني بتبقى حشوتها غنيه، وعامله ربع كيلو عشان الفراخ. وعندي بصلتين كبار متقطعين رفيع، ثمره فلفل حامي، فصين ثوم، جبنه موتزاريلا، ونشوف هنعمل ايه. يبقى احنا كده هنشتغل بالحشوه الحاجتين مش حاجه واحده. بس هسخن هنا عندي الطاسه وهحط شويه زيت واحط فصين مستكه وحبهان على لورا، ربع معلقه ورشة قرفة. بصوا يعني حاجة في منتهى الجمال. بس أنا عايزة الطاسة تسخن عشان عايزة اللحمة. اللبن ده أنا سخنته علشان أعمل بيه الرقاق، غليته يعني، على ما نيجي نعمل بيها يبقى سخن. مش مغلي قوي بس سخن، ولو حبيت أسخنه تاني أسخنه، بس أنا أخدت خطوة قبل الحلقة. يعني دايما بحب أخد خطوة عشان أوفر بيها وقت وانا بشتغل معاكم. عايزه الدنيا هنا تبقى سخنه قوي قبل ما احط اللحمه. اصبر دقيقه مش مشكله، بس في سبيل اني انا احط اللحمه ما تنزلش ميه. خلوا بالكم اللحمه دي ممكن ما تحتاجش نزودها ميه، هي اصلا راس العصفور صغيره جدا فهتستوي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. التشويح وزمن الفرن هيسويها اكتر. بصوا الريحه اول ما حطيت اللحمه فاحت فعلا جميله، ريحه حلوه قوي، شكلها مبهج. هتقولوا لي ما هي هتقع من الرقاق، اللحمه المفرومه بتبقى ماسكه نفسها. بصوا انا هعمل لها هنا عنصر ربط اللي هو الجبنه الموتزاريلا. اولا هتديها اضافه وغنى، ثانيا هي دي عنصر الربط للحمه. اوقات تانية بقى لو هنعملها ومش عايزين نحط جبن يبقى عنصر الربط بتاعها ان انا بعد ما اطفي عليها اسيبها تهدى شويه واكسر فيها بيضايه مع رشه قرفه مع البيضه، بتمسكها وما بيظهرش اي طعم من البيضايه على فكره. يعني الناس اللي بتعترض على حطه البيض ما بيظهرش طعم، لان عندي طعم طاغي، طعم اللحمه والبصل. بص انا مش هحط البصله غير لما اللحمه تتحمر تحميره حلوه جدا. بصوا شكلها قد ايه جميل. وبعدين خلوا بالكم كل تقطيعه وبتدي طعم، يعني التقطيعه اللي زي الشاورما بتدي طعم تاني مختلف، والتقطيعه برده اللي هي زي الشاورما طويله بس بنحط معاها شرايح فلفل وبصل وطماطم بعد ما تستوي، يعني كاننا بنعمل لحمه بالخضار، بتدي طعم مختلف. اللحمه المفرومه نفسها ليها اكتر من طريقه تتعمل بيها، كل مره بتدي طعم مختلف. غيروا وانتوا بتعملوا، مش كل مره اعمل صينيه رقاق. يعني الرقاق ده تقريبا من الاكلات اللي سفرنا ما بتخلاش منه خصوصا في المناسبات. مش كل مره اعمل صينيه رقاق هي نفس الحشوه، هي نفس اللحمه المفرومه. حتى اللحمه المفرومه غيروا في اسلوب حشوكوا بيها، يعني مره اعمليها ببصله كتير، مره نعملها ما تقريبا ما فيهاش بصل خالص، وبعد ما تخلص نعملها زي اللحمه اللي بالخضار، نقطع بصل رفيع ونحطه عليها مع اجبان. يعني
نغير دايما في حشواتنا علشان ما نحسش بالملل ونحس بالتجديد. بصوا اللحمه هنا الريحه حلوه جدا، جميله جميله بجد. يعني هبدا بقى احط البصل، الدنيا كلها عندي سخنه هنا. اول ما هحط البصل هنلاقي الدنيا بردت شويه، بس معلش ما يجراش حاجه، هنفضل نقلب لحد لما البصل يشف وياخد شكل اللحمه. بصوا يعني نفضل نقلبها مش اقل من 10 دقائق، هي تقريبا تسويتها هي في الحبه دول. اتعب نفسي 10 دقائق بس هحصل على صينيه رقاق طعم اللحمه اللي فيها اكتر من رائع. الريحه على طول بدات تفوح، ريحه سخونه اللحمه على طول مصتها الزيوت بتاعه البصل لما بتحاول تخرج منه، فادت ريحه مش قادره اوصف لكم رائعه ازاي. عارفين تناغم الروائح كده في الحياه؟ حسوا بريحه كل حاجه وهي طالعه، انا حاسه بريحه اللحمه وريحه المستكه وريحه البصل، الزيوت الطياره بتاعته. بصوا انا بحس ان الاكل لما انا بحس بمكوناته بعيش معاه قصه، يعني بحبه، فبحس ان الاكل بيديني احلى ما عنده وبيفرح اللي بقدمه له. ما تزهقوش، 10 دقايق قلبه. اللحمه على فكره كده هوت يعني تقريبا استوت، لان التحمير نار عاليه وقويه، وبصوا البصل ما بقاش باين من اللحمه، هو واللحمه بقوا بشكل واحد. في الحاله دي هجيب فص الثوم احطه والملح، والفلفل الاسود، وهحط معاها الفلفل الاخضر والبهار والقرفه، انا حاطه قبل كده قرفه فمش هحط كتير، والبردقوش. بصوا بقى وخلاص هي كده خلصت، واحلى لحمه هنحشي بيها الرقاق ان شاء الله، وهنحشي بيها رول الفراخ. انا هطفي عليها لان هي كده خلاص استوت، البصله مع تحميرها يعني هي بالظبط بتاخد مننا ربع ساعه تشويح. لو مقلقين نحط ربع كوبايه ميه ونغطيها، بس هي كده بتبقى حلوه جدا. بصوا بقى انا عندي الرقاق طبعا احنا بنبقى مغطيينه، علشان ايه؟ علشان مش عايزينه ينشف. وعندي الفرشه، بصوا فرشتي عتيقه ازاي وشعرها عامل ازاي، بس احلى فرشه بعرف استخدمها. يعني خلوا في علاقه ود كده بينكم وبين الحاجات اللي انتوا بتستخدموها، وما تفرطوش فيها بسهوله. الشعر بتاعها مش بلاقيه في اي فرشه من الفرش الجديده، مع انه شكله بقى منعكش بس هو جميل. يعني ما تفرطوش في الحاجات الحلوه دي. انا السمنه هحط عليها شويه زيت عشان اخفف من وطئه السمنه شويه، يعني برضو الزيت اخف شويه من السمنه، وهقلبهم كده مع بعض بالمعلقه، وهدهن سمنه على زيت. بصوا بقى هجيب ايه، اول رق، ودايما وانا بعمل رقاق اخلي جنبي مقص عشان لو عايزه اسوي بيه. اول رق انا هحطه من غير ما هسقيه لبن، بصوا اول رق انا هحطه اهو من غير ما هسقيه لبن، وهروح دهناه بايه، بالسمنه على الزيت. على فكره سواء كان رقاق ناشف او رقاق طري هي الطريقه واحده لاي رقاق. هجيب هنا ورقه تانية، بصوا طالما الطروف ديت مش ناشفه هقصقصها واحطها في حته تانية، يعني انا بس عايزه اسوي الصينيه تبقى واخده شكل واحد، تبقى على قد الصينيه، يعني اقصقصه واحطه، ما سيبوش حرام. انا برمي الطروف لما بتكون ناشفه، انما الواحد لما بقى بيبقى عامل حاجه وخادمها هو بتبقى طروفها مش ناشفه وبتبقى جميله. وهروح دهنه برضو هنا على قد ما تقدروا، تكون سايحه علشان
الفرشة ما تشيلش كتير. أنا هنا كنت مسيحاها بس برضو جمدت مني شوية، بس إحنا بقى في البيت إيه، هنبقى براحتنا نحطها على البوتاجاز جنبنا وناخد منها. آدي سيحت آدي الطبقة التانية، بس أنا ما سقتهاش لبن، فهاخد معلقة لبن كده وأحطها عليها. مش شرط يعني إني أنا أغطسها في اللبن، ممكن أروح عاملة كده، هو طري وهيمشي معانا على طول. وهجيب الطبقة الثالثة، هقيسها كده، عايزة تتقص برضو بالمقص، أدورها شوية. أشيل الطروف الزايدة اللي فيها. أنا الرقاق طري معايا جدا، عشان كده بحط له يعني حبة لبن صغيرين. ساعات بنجيب عجينته بتبقى ناشفة، لا نزود اللبن اللي احنا هنسقيه بيه. اهو هحط الرقاقه كده. بصوا انا دي تالت رقاقه، يعني بعدها هحط الحشوه يا جماعه، عشان ايسر على نفسي وبدل ما اهلك يعني اطباق ومواعين كتير، انا بعملها كده وبروح قلبيها وبروح دهنه الناحيه التانيه برضو لبن. اهو هحط كده معلقتين او ثلاثه وهدهنه. وهعمل ايه؟ هاخد الزبدة وهدهن. الرقاق بيسحب زبدة بس هي بتحليه. وهحط بقى رشة الجبنة عشان تمسك لي الحشوة. جزء تحتها وجزء فوقها. ما تنسوش الحشوة دي احنا مش عاملينها كلها للرقاق، احنا عاملين ايه؟ عاملين نصها هنحشي بيه حاجة تانية، فنعمل حسابنا واحنا بناخد. بس الحاجة التانية مش هتاخد كتير، الاكتر الرقاق. يعني انا عايزة صينية الرقاق تكون صينية غنية مليانة، بس الحاجة التانية اللي انا هعملها مش هتاخد حشوة كتير. وهجمع بقى هنا الحشوة بتاعتنا. ونفس القصة هعملها. هجيب رقاقة هسويها برضو. وهعمل نفس القصة، هحط هنا لبن وادهنه وبعدين اقلبها. انا مش عايزه استخدم ادوات كتيره، فانا هحط اللبن وهدهنه كده. هروح قلبها وادهن الوش التاني، وهعمل كده في الورق ده الرابع، هعمل كده في الخامس والسادس، وهدخلها الفرن وهتبقى احلى صينيه رقاق. هطلع بقى الفاصل اكملها وارجع لكم.